فالصلاة من أفضل القربات، والصيام من أفضل القربات تطوعا، والصدقات بالمال من أفضل القربات، والحج من أفضل القربات، والعمرة من أفضل القربات، والاستغفار وكثرة التسبيح والتهليل وقراءة القرآن من أفضل القربات. فالمؤمن يجتهد في أنواع القربات، يقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن، يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، يكثر من نوافل الصدقة، نوافل الصلاة، نوافل الصوم، نوافل الحج حسب طاقته. كل هذه قربات كلها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الأعراب عن ما يلزمه، وعلمه بشرائع الإسلام، علمه الشهادتين، ثم علمه بالصلاة، قال هذا لي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم لما علمه الزكاة قال هذا لي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم لما علمه صوم رمضان قال هذا لي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهكذا الحديث. المقصود أن المؤمن يجتهد في أنواع الخير.